اذا بحثت عن اوفى صديق واكرم رفيق فلن تجد مثل ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو عبد الله بن ابي قحافه عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي كان تاجرا ناجحا وكان من اعلم الناس بانساب العرب محببا في قومه يتحلى بالخلق الحسن والعشره الطيبه قالت عائشه رضي الله عنها حرم ابو بكر الخمر على نفسه في الجاهليه وهو اول من اسلم من الرجال ثم صار داعيه الى الاسلام فاسلم على يديه جمع من كبار الصحابه منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله وابو عبيده بن الجراح رضي الله عنهم اجمعين اراد بعض الكفار ان يشككه في النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبر برحله الاسراء فقال الصديق اني لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك اصدقه في خبر السماء في غدوه او روحه وهو خير الصحابه على الاطلاق قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير اي نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وفي روايه له كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بابي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان صحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجره ونصره بنفسه وماله فمدحه ربه بقوله الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا بذل ماله كله في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ابقيت لأهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله تولى الخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقمع المرتدين وثبت الله به المؤمنين وقاتل مانع الزكاه وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها توفي الصديق رضي الله عنه ليله الثلاثاء في جمادى الاخره سنه ثلاث عشره من الهجره وهو ابن ثلاث وستين سنه ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فرضي الله عنه وارضاه